لا يغرك هدوئي الان، لا يغرك هدوئي قبل الصلاه، قبل تكفى احمد تكفى. هذا هدومه قبل العاصفه. الهدومه قبل العاصفه. حلو. لا يغرك هدوئي الصباح اذا. الهدوء يكون الليل يكون بكره. ما هو صباح. غيرت الروتين. بعد صلاه الفجر جلست الف وادور الاماكن وادور شيء. طحت لي في مكان اقسم بالله ما قدرت عليك بشيء. جلست اسولف انا والمكان مع انفسنا. وش راح نسوي؟ وحصلت الفكره. لكن الفكره هل بتنجح؟ تنجح. عبد الله يعينك تروع التلامع. والله العظيم يا عيال لو تدرون عن الفكره. طبعا باذن الله فقره بتكون رسميه جدا لي انا معي عدد من الاشخاص. ما راح اذكر، ما راح اذبحكم بالاشياء هذه. لكن انا راهن على نجاحها باذن الله. انا ما اخترت ضيوفي للحين. بعيد ترى جديده. جديده. ما في نظام التقليدي والخرابيط. دعواتكم يا عيال. الله يوفقك. انا جالس افكر من اليوم. الراس الكبير ده ما جاء عبث. انا داري من المعلومات ما شاء الله تبارك الله. خزنها كلها الورق. انت هاللعب. انا معك. انت المرح. انا معك. انت الترفيه. انت كل شيء. بدا مرحله. قاعدين نرسم مرحله ثانيه. مرحله مستقبليه. دعواتكم. الله يوفقكم. دعواتكم بالضيوف. سبيسر. من برا ومن داخل. اللي يضيفون.